متداولين الأعزاء، مرحبا بكم. إليكم ملخص يوم الخميس عن أسواق العملات. الدولار الأمريكي وعملات السلع أقوياء، بينما السلع الآمنة ضعيفة حاليا. يستمر زوج العملات اليورو أمام الدولار الأمريكي في حالة البيع ما فوق مستوى 1.400 ويبدو هبوطيا على المدى القريب. يستمر زوج العملات الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بالصعود عكس التوجه طويل المدى ليصل إلى المقاومة السابقة عند 107.90. يندمج زوج العملات الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي تحت مستوى 1.2709 دون وجهة واضحة. هذا هو تقريرنا لهذا اليوم. طاب نهاركم، نلقاكم غداً.